تفضل ابو براك، مساك الله بالخير. ابو براك مساك الله بالخير ابو احمد، طول بعمرك، مسي على مشاهدينك. ابو براك، صدر بيان من اتحاد الطلبه اشار الى ماده حريه الراي والامير رئيس الدوله ذات مصونه، لكن وجه كلمه قال: وسنقف امام اي تحركات التي من شانها تكميم الافواه وترهيب الطلبه. انا اعتقد ما حد ارهب الطلبه ابو براك، ولا حد حدد لاتحاد الطلبه، لكن طلبنا بمحاسبه فقط المطين، وانا اشرح على باقي نواب الامه اللي ما تحركوا الا حضرتك ويمكن نائب ثاني. اسمع تعليقك. لا يعني البيان مال الاتحاد طلبه هناك بيان اول شيء ركيك في اللقه وعلى شيء مؤسف، بس هذه مخرجات السنويه عندنا. الجانب الاخر يعني يتكلمون عن حريه الراي والبحث العلمي يستشيرون الماده 36، لا تقفلون اخر شيء وذلك وفقا للشروط التي بينها القانون. حريه الراي وحريه التعبير ما هي حريه مطلقه، حريه يحكمها القانون يحكمها القضاء في احكامه، فبالتالي لا 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 يعني تركون على شيء مو صالحكم. الشغله الثانيه هم معترفين الامير رئيس الدوله ذاته مصونه. ذاته مصونه. بالتالي الاعتداء على الذات الاميريه اعتداء على الدستور ذاته واعتداء يجرم القانون. هم يتكلمون عن حريه راي، انا سؤالي لهم الاتي: لو هذول شايلينها شيله اغنيه وطنيه كويتيه ولا حتى لو مغني الاطلال احد شرح عليهم ولا حكاهم؟ صحيح. احد قال لهم ليش تغنون؟ هذا جانب، احنا قاعد نتكلم عن تحديدا كلام احنا نعرف بالضبط شنو معناه. اذا اتحاد الطلب البغيه جهله ما يفهمون بالشعر وشنو الرمزيه مالته ومن المقصود فيه، من المقصود بالخشب العنيد، هذه مشكلتهم، بس لا يدشون في 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 بحر ما يعرفون له، ما يعرفون يسبحون فيه ولا يفهمون له. واخروا، واذا تفهمون مصيبه على رؤوسكم، تعلمون من المقصود بهذا الكلام. تعلمون من المقصود بهذا الكلام. وتعلمون شنو الرمزيه مالت الشعر الزباله اللي انقال. فبالتالي شب وسكتوا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، تعال هذول نفس الناس يناقضون نفسهم. من جانب يقول لي حريه التعبير، ومن جانب الاخر منعهم من المشاركه في الصاله. ليش؟ ليش ما خليتهم يشيلون الشيله في صالات الفندق اللي انت مأجرها؟ ليش خليتهم مثل الفيران يروحون سرداب ويردحون ويسجلون فيديو يطرشونه؟ شو السالفه؟ يعني اذا كانت حريه التعبير مثل ما انت مقتنع، حطهم خلي يردحون قدام شاشات التلفزيون وتنقله وقدام الحضور والوزراء والوزير اللي حاضر والنواب اللي حاضر. حريه التعبير انت منعت، وهم راحوا التفوا من وراك بنص الكلام اللي انت قايله، راحوا الى دهاليز، احد دهاليز هو سرداب بس هو دهليز. ليش تخلي طلبه يروحون دهليز؟ عبرون عظام يا اخي، عبرون عظام عندك. نعم. هذا التلفيق في البيان يعني شيء مؤسف. انا هذول بيصيروا قيادات المستقبل؟ واحد يلفق والثاني قاعد يرقص لي ضد الكويت واميرها؟ شو هالحكي هذا؟ يعني اكو شغله ابو احمد تفضل. القسم اللي نقسمه كالنواب يقول اقسم لله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير. اول جمله أن أكون مخلصا للوطن والأمير، الدستور جمع الاثنين الوطن والأمير. فبالتالي أنت لو تسأل واحد تقول له أنت الحين ترضى حد يغلط على الكويت؟ لا ما أرضى. طيب ترد عليه؟ طبعا أرد عليه. وإذا غلط على صاحب السمو؟ ليش تسكت؟ لا والله أنا عندي تسب أبوي ولا تسب الأمير، أمير رمز البلد كلها. رمز البلد كلها، ويا من شتمنا ولا اعطيناها اعتبار. بس انت تعتدي على رمز البلد؟ هذا بتاتا غير مقبول. زين ابو براك، مثل ما قلت لك يعني هذا الكلام لما كانوا يقولون ايام ما كان متهم مسلم فايز، بس الحين الرجل الان من القضاء الكويتي بان كلامه هذا اساءه للامير، فانت قاعد ترزح له. جانب اخر انتم يعني جايين على شغله وايد غريبه، سالفه هذه ترهيب الطلبه وتكميم الافواه، الحكي ترى يعني تكفون، روحوا تعلموا، عرفوا شلون تلبسون كرافتة قبل لا تحكي الكلام اللي اكبر من حجمك، تكميم افواه وترهيب طلبه. احنا اللي اقسمنا على حريات المجتمع،
ومصالحه مو انت. هذا رقم واحد. رقم اثنين الاخوان جايين ويقول لك انه والله انه ما فيها منا هذه، لا تهددوننا بسحب البعثات والطلبه. زين نستنكر تهديدات باستخدام البعثات كاداه لمعاقبه الطلبه وابتزازهم، ابتزاز وهو حق من حقوقهم وليس لحد منه عليهم. اول شيء المنه عليك وعلى طوائفك اللي الدوله دازتك، الدوله ما هي ملزومه انك ترشك تدرسك برا. بقيت في الكويت بقيت ما بقيت يلا مع السلامه، روح تدرس على حساب اهلك. ما هي ملزومه فيك. حسباتكم يعني هذه، الواحد من يولد عنده جنسيه كويتيه من حقه يسافر يدرس على حساب الدوله؟ شكل كل العالم راحت على حساب الدوله. شو المنطق السخيف هذا؟ هذا واحد. اثنين، من قال لك ان حضرتك ترفض تستنكر زي ده؟ انت موقع انك قريت اللائحه مالت البعثات. لائحه البعثات فيها سحب البعثه. موجود. فبالتالي انت تدري هل هذا كان ابتزاز؟ اثبت عليه. موجود في لوائح التعليم العالي، مو شيء جديد ولا شيء غريب. واحد بيسيء الادب بيخربط بسحبه. انا مو هذا، انا اسال رئيس الاتحاد اللي كاتب الكلام مال طلبه امريكا، بقول له لو هذول طلبه من دوله خليجيه وواقفين ومغنين حق احد المعارضين في دولتهم، ايش بيسوون لهم؟ يصبح عليهم الصبح؟ لا والله ما يصبح عليهم. يعني احنا انا ما همني انت تهتف حق واحد، انا همني ان هتاف قاعد يسيء للذات الاميريه وانت تعلم. وانت تعلم اللي يرقصوا يعرفون ايش قاعد يرقصون عليه. الثانيين مخديين مو فاهمين سكتوا، لا تشوف الموضوع، خلونا احنا نعرف شو نتفاهم وياهم. بس انك تدش في الموضوع معناته انت غاب، انت فاهم وانت غابل بكلامهم. انا كنت اتكلم عن مجموعه ضيقه اللي قامت في الرقص هذا. الان اتضح ان حتى رئيس الاتحاد هذا وياهم لا موافق على السالفه هذه، وهذه حريه التعبير. يا اخي كان قمت رقصت وياهم. الفلسفه هذه يا اخي، شوف محمد اقول لك شغله، يكفيك يكفيك من رداهم ورقصهم وغنائهم. من اللي واقف وياهم؟ المتردية والنطيحة، صادق العلوي، بشار الصايغ، ايش هالخرطي هذا؟ كفوهم كفوهم. بس ان لحد يقعد يقول لي ما حد منا المنة عليك وعلى طوائفك اللي الدولة تبعثك على حسابها، واذا قليت ادبك بيجرونك من خشمك. ما احترامنا وتقدير الاسماء اللي قلته. ما انا تحترمهم على كيفك. زين انا ارجع اقول إيه؟ ان هذا تصرف قبيح. وشوف شو نتج عنه محمد، شوف شو نتج عنه. يك واحد اخوانشي طارق المطيري قاعد هناك معشش في تركيا، حيث كل الهروب مالهم في تركيا، هناك عندهم يعني حضن دافئ، ومن هناك يحرض. تعالوا على افتتاح استاذ جابر اللي هو حضور صاحب السمو الله يطول عمره، وغنوا والله انه نكسر الخشم العنيد ولا نبالي، وغنوا يا مسلم يا ضمير الشعب. ليش؟ لان اذا مرت هذه الحركه مالت هالسفه في كاليفورنيا بتمر هذه، دوله ما تعاقب، سوي اللي تبي. ما يصير واليوم ما يصير. احنا ما شوف ما وصلنا للوضع المتردي في جميع المجالات الا هو عدم تطبيق القانون وقضيه المسامح، وكل واحد يقول هذا مرتكب جريمه يجونك نواب انتخبهم الشعب وقسمين على القوانين والدستور يتوسطون لهم عشان يطلعون عشان يعفونهم من العقوبه. ما يصير. ماكو نظام في العالم، ماكو بلد في العالم تعيش دون عقوبات. المسيء يعاقب غصبا عليه. هالدعوه السخيفه هذه تحت ظلال حريه الراي وهم مو عارفين اصلا شنو حدود حريه الراي. غير جائز. فتقول لي بيان خرطي سطحي زين ويناقض نفسه ولغه ركيكه. زين ابو براك، ما هو المطلوب من وزاره التربيه ابو براك الان؟ مطلوب وزاره التربيه تدور وين المحرضين مالت هالمجموعه. زين ثلاثه اربعه جرهم، كنسل بعثاتهم. يقول لك واحد يقاضونك، خلي قاضيك، خلي يراتب لك اثنتين ثلاث المحاكم، ما عنده شيء، خليه يراكم. والبقيه لا والله اجر رواتبهم شهرين، خليه يتأدبون. هالدوله اللي ما لها منه عليك اشوف اقبض منها. نعم.
ما حد لمنا علينا، يلا ما احنا دافعين كمل ماشي ابو بر. مكتوب في القانون ولا في الدستور ايه. انا غصبا علي لازم اوديك، ومثل ما قلت لك سحب البعثات موجود في صلب اللائحه مالت التعليم العالي وكلهم يجون فيها. هذا قاعد تفلسفون لي تستخدمون الابتزاز، ليش وقعت على الابتزاز هذا قبل لا تسافر؟ ماشي ابو براك، وصلت الرساله. انا شاكر لك على المداخله وشكرا لك ابو براك. شكرا لك. شكرا لك. كان هذا رأي الأخ أبو براك عن قضية الترد بيان الاتحاد الطلبة، واحترام لكل الأسماء وتغيير لكل الأسماء التي ذكرت. أعزائي المشاهدين.